سمك بلطي بالفلفل، سمك بلطي وبطاطس حلقات، فلفل الوان، فلفل حار، ثوم، بصل، كرات، كرفس، شبت، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، كمون، بهارات سمك، وطماطم على الوجه. هو احنا عايزين نعمل الاكله دي بطريقه حلوه وجميله، مش زي اي طريقه عملناها. قال لي يعني هتخترع فيها وتعمل فيها، قال يعني عايزين نعمل حاجه تشد الساده المشاهدين ونعرفهم ان احنا لسه بنعرف نطبخ، مش قوي يعني، لكن اهو. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتبل السمك بتاعنا، شويه ثوم، شويه كمون، شويه بهارات اهو. ركز معايا شويه لو سمحت، شويه ملح، شويه فلفل، شويه ليمون. حلو الكلام. خلي بالكم معايا عشان الحلقة دي خطيرة جدا، وايه معمولة بمزاج. قال لي ازاي يعني؟ قلت له يعني هقول لك ازاي بعدين. معلقة دقيق بس اهي، مش كتير. عندي زيت على النار، وادي السمكاية بتاعتي.
دي البطاطس بتاعتي، ده الثوم، بهارات، شوية زعتر، أهم حاجة عندي الشبت. ونروح داخلين بيه الفرن اهو. يكمل سواه براحته ويسواها ربنا.